ايه يا كمال يا سمر، مالها؟ تلاقيش انا جلاد، الدكتور طمنا عليها وقالها هتبقى كويسه باذن الله. السلام عليكم. مجدي تعالى، قاعده برن عليك كتير قوي، انت فين؟ انا اسف. في ايه؟ مفيش، ابني بس تعبان قوي مش عارف اقول لك ايه. هو في ايه؟ انا مش فاهمه، هو لسه هيكون في ما بين المقدمات؟ ما تقولي. ابني تعبان انك ليه؟ بيقول عنده مرض خطير وملوش علاج. طيب ما تروح له. انا هقعد النهارده يعني مع سمر هنا، ما تروح تطمن عليه، ما تقعدش في البيت لوحدك. يعني انت مش هتتضايقي؟ اخس عليك، اتضايق ايه بس؟ طبعا لا، روح له اطمن عليه، وانا يعني لو ما فيهاش احراج برضه هاجي اطمن عليه بنفسي. يلا روح، مستني ايه بس؟ انا بحبك قوي. وانا كمان اكتر. روح، انا هدخل اطمن على سمر. انا نازل اقعد تحت في الكافيتيريا قرفان. طب ما انا كمان قرفانه، ما تيجي ننزل نقعد نتكلم مع بعض تحت شويه، عايز اعرف شويه حاجات. لا انا ما عنديش حاجه تانية اقولها لك، انا كل اللي عندي قلته، عشان كده لازم انزل اقعد لوحدي. هي فين البنت؟ فين؟ عامله ايه؟ قولي لي البنت عامله ايه يا بنت. انت فين من امبارح يا سيده؟ يو هقول لك بعدين، بس طمني عليها، هي كويسه؟ ما تلاقيش، هي جوه في اوضتها كويسه. ايه ده؟ باين لي جيت في وقت مش مناسب. لا ما كلنا بنيجي متأخر يا سيدة. أنا نازل. وأنا قلت لك أنا عايزاك. طب ما أنا ياما كنت عايزك. على إذنك يا سيدة. أعمل إيه؟ اجري وراه وراه. Thank you.
اللي زي وجيه ده اكيد محتفظ بكل حاجه. يعني مش فاهمه. اللي زي وجيه ده حاسس انه صايع كازانوفا، وتلاقيه بقى بيحتفظ بالحاجات الخاصه بالبنات اللي يعرفها. وده يهمنا في ايه بس يا منى؟ لا ده يهمنا ويهمنا كمان. ما هو لو يعرف البت اللي اتجوزت الوزير اياه دلوقتي يبقى ليهم صور سوا، فيديوهات خاصه، فيديوهات عامه، واكيد هو مش عاوز حد يعرف عنه حاجه. ده غير انه ممكن يكون كمان في مكتبه حاجات خاصه واوراق توديه في 60 داهيه. حكايه البنات دي انا متاكده منها، ده عيل واطي وندل. انا متاكده انه اي حد يعرفه سواء راجل او ست ماسك عليه حاجه. طب احنا عاوزين نوصل للمكتب بتاعه في الشغل ومكتبه اللي في بيته عشان نفتش فيهم. ماشي، دي سهله. سهله ازاي؟ لا سيبيها عليا بقى، انا هعرف اوصل لمكتبه هنا وهنا كمان. يا لهوي يا مروه، اوعي بس يا حبيبتي تعملي زي الافلام العربي القديمه. وحياتك عندي لعمل لك افلام جديده المره دي. انت اللي قافله الباب؟ اه انا اللي قافله الباب. هاتي المفتاح. لا مش هديك المفتاح. بقول لك هاتي المفتاح. مش هديك المفتاح يا سامح، انت عايز تروح فين؟ انت مالك؟ هاتي المفتاح. مش هديك المفتاح. مش يعني ايه؟ حته مش هتخرج من هنا. هتحبسيني؟ اه احبسك. مش هتخرج لما الدكتور يجي ويشوفك. حلو قوي. انت عايزه تقنعيني انك خايف عليا وجابلي الدكتور. مش عايزه اقنعك باي حاجه. قول اللي انت عايزه، المهم اني هعمل كده. هاتي المفتاح يا ايتن يا اما هقتلك. هاتي المفتاح. اوعى يا سامح، اوعى، بقول لك مش هتخرج من هنا. أنا مش هسيبك تخرج، اعمل اللي أنت عايزه وإن شاء الله حياتك موتني. أه شفتي؟ شفتي؟ أنت عايزاني أضربك ها؟ عشان البوليس يجي ويرميني هنا في السجن. عمري ما فكرت كده. طول عمري أفكارك زبالة يا عيطة. أنا وأنت أفكارنا زي بعض على فكرة. بس أنا عمري ما فكرت أقتل. فكرت أتدمر بس. أه شفتي؟ أديكي ما نسيتيش أهو زي ما بتقولي. هدي المفتاح. نسيت يا سامح. إيه؟ فجأة؟ لا مش فجأة. أمال إيه السبب بقى؟ عايز تعرف السبب؟ ان ما هتليش غيرك يا سامح. كل حاجه راحت مني خلاص، ما عادش ليا غيرك. اول مره اخد بالي اننا متجوزين، ان كل واحد فينا ليه حق على التاني. انا فكرت هو انا ليه عملت كده من الاول؟ ليه مشيت معاك في سكه غلط؟ ليه مشيت في سكة كلها شر؟ كان ممكن من الأول نمشي صح، كان ممكن كل حاجة تحصل كويس. انت فاكراني هصدق التخاريف اللي انت بتقوليها دي؟ مش مهم تصدق يا سامح، أنا عارفة إن كده كده تاريخي كله معاك زي الزفت. مش مهم تصدق، بس أنا مش هسيبك. عارف ليه؟ أظن هتقولي عشان بتحبيني. لا مش عشان بحبك، عشان أنا محتاجة لك. أنا محتاجة لك يا سامح، محتاجة أحس إنك جنبي، محتاجة أحس إنك ظهري، أسند عليك وأطمن. ايه ده بقى ان شاء الله؟ انت ناوي تمشي ولا ايه؟ ايه؟ هتروح تعيش عندها؟ ممكن لما اكلمك لو سمحت ترد عليا؟ احنا في مشكلة ومشكلة كبيرة ولازم يبقى لها حل. ابنك لغاية دلوقتي ما يعرفش، لكن مصيره يعرف. وبعدين؟ أنا اللي عايزة أعرف وبعدين. عايزة أعرف سيادتك كده رايح فين؟ ايه؟ لما أنا أرجع سيادتك تمشي؟ ليه؟ رجوعي مش على هواك؟
انا عمري ما طلبت منك تسيب البيت، وانت عارفه كويس قوي انك لو طلبتي مني اي حاجه انا هنفذها. اه طبعا، على اساس ان انت راجل طيب وعادل وعمرك ما بتزعل حد خالص. انت عايزه ايه يا سامه؟ عايزه ايه؟ عشان اقول لك كنت راجل وحش وغلطان؟ طيب يا ستي انا راجل وحش وغلطان وانت ست زي الفل، انا السبب في كل اللي حصل. ايوه انت السبب في كل اللي حصل، عارف ليه؟ ليه يا سامه؟ قولي لي ليه؟ ايه كان وحش في حياتك؟ ايه اللي منعك انك تستمتعي بحياتنا مع بعض؟ اسالي اي حد من صحباتك كده هتقولك انها كانت تتمنى ان جوزها يطلب منها اللي انا بطلبه منك. ياما قلت لك نسهر ونتفسح ونسافر، العيال كبروا خلاص ولازم نعيش الباقي من حياتنا. لا معلش، انت كنت بتطلب مني ده ونفسك اني اقول لك لا. مين قال لك كده بس؟ مين قال لك كده؟ انا مش صغيره، انا عارفاك كويس. يا ستي كنت جاريني، خديني على قد عقلي، جايز حتى تقربيني منك. انت اللي كنت بتبعد عني، انت اللي كنت بتدور على اي حاجه تبعدك عني، وكنت عارف ومتاكد انك بتطلب مني طلبات مش من اهتماماتي. وليه يا ستي بس؟ ليه ما تكونش من اهتماماتك؟ ليه؟ وليه انا ادور على اهتماماتك وانت ما تدورش على اهتماماتي؟ ايه التفكير ده؟ هي حرب هنشوف مين هيكسب؟ ولا خناقه هنشوف مين هياخد من التاني ايه؟ انا طلبت طلب وانت كان ممكن تطلبي اللي انت عايزاه. انا عارفه ان انا مش هعرف اغلبك. ممكن بقى سيادتك تقول لي رايح فين؟ انا مش رايح لها زي ما انت فاهمه. انا مسافر. محتاج ارتاح شويه، ابعد. اه قصدك تهرب زي ما بتهرب على طول. اسلوبك ده بالذات هو اللي بيضايقني منك وبيخليني عايز ابعد. من الواضح ان انا اي حاجه بعملها دلوقتي انت ما بتحبهاش. سما انا مش عايز اهد البيت ده. انا حسيب سمر. خلاص. ما عادش ينفع يبقى في أي علاقة بيني وبينها. بس للأسف في مشكلة. إيه هي؟ سمر حامل. هي مين دي اللي حاملة أهو؟ سمر حامل من مين؟ منك انت؟ سمر اللي انا بحبها؟ اللي انا كنت باجي احكي لك واشكي لك وانت دايما كنت بتنصحني اقرب منها ازاي؟ سمر اللي بتشتغل عندنا في الدار؟ سابق حقيقي الكلام ده يا ماما؟ بابا انت بتتكلم بجد ولا بتعمل كده عشان خاطر ماما تعيش معانا في البيت وتسيب لك بيت وتمشي؟ لو انت بتفكر بالطريقه دي تبقى غلطان. سعيد تعالى معايا يا حبيبي. اجي معاكي فين؟ انت اللي كنت هتيجي معايا عشان تخطب ياني. صح ولا غلطان؟ ولمار مش لمار راح تقول لها ان انا عايز اتجوزها بناء على طلبي؟ لحظه واحده. يعني انا طول الفتره اللي فاتت دي كنت بطلب ايدين مرات ابويا اللي هي حامل دلوقتي في اخويا. رد عليها بابا، قول لي ان انا غلطان. رد عليا. انت عملت ايه؟ انت اتجوزت البنت اللي انا بحبها وهي بقى المفروض انها كانت بتلعب بيا انا وانت يعني لحد ما تشوف الراس الكبيره ناويه تعمل ايه؟ وطبعا الكبير هو اللي بيقش. ليه؟ ليه وعشان ايه؟ انت مش شايف؟ انت مش شايف اكبر منها بقد ايه؟ انت مش عارف انت عندك كام سنه وهي كام سنه؟ هي دي بقى الدنيا الجديده اللي انت نفسك تعيشها؟ انا اخر حاجه تصورتها انك تطلع اناني بالشكل ده. سعيد انت رايح فين يا حبيبي؟ محدش دعوه بيا. عاجبك كده؟ عاجبك اللي بيحصل لنا ده كله منك يا شيخ؟ روح يا شيخ منك لله. وانت عارفه لو واحده دخلت البيت ده هنا تاني مش هيحصل لك. طيب
انتي؟ ضحكت على امن، قلت لهم ان احنا اتخطبنا عشان كده سابوني اطلع. بصراحه مش عايزه الفرصه من ايدي، مش عايزه ابقى عبيطه تاني، والفرصه ما تجيش غير مره واحده بس، وكل فرصه ليها ثمنها. وبصراحه بقى مش مهم الثمن هيتدفع، المهم ان الفرصه تستاهل. صح؟ صح جدا. وبعدين بقى انت مش اي حد، انت وجيه باشا، يعني لو اي حد في الدنيا عارف ان انا اعرفك او حتى قربت منك اعرفك معرفه شخصيه هيموت من غيره. صح؟ صح. بس انا بقى زعلانه منك يا وجيه. لا بس خدي بالك انت اللي غلطانه. حتى لو انا اللي غلطانه ينفع تتعامل مع واحده ست كده؟ شكلك ما بتعرفش تتعامل مع ستات. حلو قوي، طب ما تعلميني انت. ماشي نتفق. لا ما انت عارفه انا ما بحبش الشروط ولا. انا مش بشرط عليك، انا عارفه انت عايز مني ايه، وانا كمان عايزه منك حاجه، فكل واحد فينا ياخد اللي عايزه من التاني. جميل، ممكن اعرف بقى انت عاوزه مني ايه؟ عايزه ابقى مروه عبد العزيز، اكبر صحفيه في مصر ومن بكره. والتمن؟ الليله. ايه الليله؟ ده انت اتغيرت يا مروه. بيني وبينك قابلت شخصيه مهمه جدا النهارده، قالت لي ان انت معرفتك مكسب وممكن ما تتكررش تاني، ولما بتاخد موقف من واحده محتاجه 24 ساعه عشان تنسى الموقف ده، بس تسيب لها نفسك لحد الساعه الاخيره. طيب ممكن اعرف مين الشخصيه دي؟ رنا هاني. وعزمتنا انا وانت النهارده على العشاء، ممكن؟ اتفضل يا دكتور. الحاله صعبه. انا شايف ان لازم يتنقل المستشفى. طيب مش ممكن يبقى معانا هنا؟ انا شايفه ان الرعايه هنا ممكن تبقى احسن. امكانيات المستشفى احسن. هو بابا عنده ايه؟ بدايه جلطه اثرت على رجليه، لكن ان شاء الله هيكون كويس. على اذنك. اتفضل يا دكتور. انا السبب، انا اللي دخلتها البيت هنا، انا اللي خليت بابا يحبها. انا السبب، انا اللي دخلتها البيت. دي السبب حماره. خليتيها تضحك عليكي يا متخلفه، خبط كده ده. حاضر ثواني. يا رب. هي فين؟ هي مين دي؟ اختكم سمر هانم. مش هنا. وبعدين عيب اللي انت بتعمله ده، اديك يا سيدي عرفت ان هي مش موجوده، اتفضل بره بقى. لا والله تعملوها عليا اصلكم. انت اتهبلت في دماغك؟ مخبينها في اي اوضه بقى؟ انت بتعمل ايه يا استاذه سمر؟ انت قليل الادب، ولو ما خرجتش من هنا دلوقتي حالا انا هطلب لك البوليس. بوليس؟ ودي تقف فين؟ اطلع بره. انا مش منقول من هنا الا ما اعرف ودتوها فين، ولا هي عندها طلعه. تصدق انك قليل ادب، ولو ما طلعتش دلوقتي هلم عليك الحاره واخلي اللي ما يشتري يتفرج. انا بقى عندي استعداد انك تلم عليا الحاره وتخلي اللي ما يشتري يتفرج. اخلصي. ليه ما تخليها تصوت، خلي الحاره كلها تعرف ست سمر هانم الرقيقه عملت ايه. يعني انت عاجبك اللي انت بتعمله ده؟ انا مش منقول من هنا لما اعرف هي فين. سافرت كده من غير ما تاخد اذن جوزها ولا رأي حبيبها. سافرت يا سيدي ومش راجعه هنا تاني. ممكن بقى تطلع بره. يعني ايه يعني؟ طفشت. طفشت يا اخويا، طفشت يا عم. ماشي انا هعرف اجيبها ازاي. يلا في 60 داهيه وحذاري تمد رجلك هنا تاني يا قليل الادب. وبعدين في المصايب اللي عماله تتحدف علينا دي يا رب. وبعدين ايه ده؟ انت لسه صاحيه يا اختي؟ ردي عليا، مش حال ما انت عايشه في ملكي. سيبيني في حالي، انا مش ناقصاكي. ومين سامعك يا اختي؟ ده الواحد خلاص تعب من الدنيا دي.
معلش لا مؤاخذة سامحيني، كان المفروض أشكرك إنك وقفتي معايا وقعدتيني هنا. طب أنا هقول لأ ليه؟ عشان الكلام اللي بيتقال. أنا مالي يا أختي بالكلام اللي بيتقال؟ إذا كان الحكومة طلعتك أنا بقى اللي هتهمك؟ بس أنا على ذمة قضية. كلنا يا أختي على ذمة القضية. استني بس أنا هفهمك. هو مش كل واحد فينا عنده حاجة كده في دماغه عايز يعملها؟ يبقى زي ما بيقولوا عنده قضية، وطالما بقى لسه ما حققهاش يبقى على ذمة القضية. الكلام الكبير ده يا جمال ايه؟ ولا كبير ولا حاجة، الدنيا ياما بتعلم. بس أنا بقى عايزة أسألك سؤال. تحت أمرك. أنت إيه اللي خلاكي تعملي كده؟ كنت عايزة إيه من الدنيا؟ إيه اللي خلاكي ما تعيشيش مع جوزك على الحلوة والمرة؟ إيه اللي خلاكي تسمعي كلام الشيطان وتعملي العملة اللي أنت عملتيها دي؟ كان ناقصك إيه؟ وأنت يا فريال كان ناقصك إيه؟ بيت ملك وحارة كل اللي فيها بيحبوكي، وإذا كان على الجواز أنت مش وحشة، ألف من يتمناكي بدل ما كنتش رميتي نفسك الرمية السودة اللي أنت فيها دي. بس بيهاش يا جمالات. أعمل لها إيه؟ مش أنت سألتيني؟ أنا هجاوبك. أنا كنت طماعة قوي، عمري ما حسيت بالحاجة الحلوة اللي في إيدي، كنت عايزة أكبر وأعلى وأعلى، كنت عايزة أخد ومديش. هتستفيدي إيه؟ عايزة إيه تاني؟ ده إحنا في الآخر هنروح للتراب، والقريب قبل البعيد هيبقى عايز يخلص منك قبل ما ريحة تطلع. أنا كنت عايزة كل حاجة على الجاهز، كنت عايزة اللي يتعب ويش أو يجيب وأنا ياخد، كنت عايزة اللي يبني السلم وأنا أطلع عليه. طب وبعدين؟ كل واحد بيدفع تمن اللي عمله، والطريق اللي الواحد بيمشي فيه بيكمله لغاية آخره. اوعي تسيبيها يا جمالات، شديها من شعرها، جيبيها عندك، خديها في حضنك، فهميها إن الطريق ده آخرته وحشة، طريق مسدود وهتخسر القريب قبل البعيد. أنا خلاص ما عدتش قادر عليها. نورتيني يا وجيه باشا. والله ليكي وحشة يا مدام رنا، فينك من زمان؟ زمان إيه بقى؟ ما خلاص. لا اوعي تقولي الكلام ده، خلاص ايه، انت لسه زي القمر. لا لا ما تضحكش عليا، على فكره انا زعلانه منك قوي. تعرفي يا مروه كان كل يوم يجي يسهر عندي، اصل انا الوحيده اللي اعرف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه. لا بس مش انت لوحدك، البلد كلها كانت بتسهر عندي. خلاص بقى ما تفتحيش عين البنت. لا اطمن. يا خلاص عينيها فتحي. اوعى تفتكر ان مروه دي سهله. لا 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 لا، دي طلعت بتتعلم بسرعه قوي والله. وانا كمان حضرت لك القعده وجبت لك كل الشرب اللي انت بتحبه اهو. ما انا شايف اهو، مع اني كنت بطلت والله. لا 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 لا، بطلت بطلت ده ايه؟ ده انا بقالي سنين ما قعدتش انا وانت نشرب كده. الا قولي يا وجي، هو انت لسه بتنزل في نفس الاوتيل؟ طبعا، وانا ينفع اغيره يعني؟ مش ممكن يا وجي، اصل الراجل ده مزاجنجي على الاخر، كل ما يتجوز واحده ينزل في نفس الاوتيل ونفس الاوضه. ويا ترى بقى هما كلهم صحفيين برضو؟ والله مش عايزين نتكلم في الحاجات دي كتير يا جماعه، بس هما فيهم دلوقتي يعني سيدات مجتمع، وزي ما تقولي كده ناس ماسكه مناصب حساسه قوي في البلد. يا خوفي منك، اخاف تبعني بصراحه. عيب عليك، انا عمري قلت حاجه ورجعت في كلامي؟ صراحه لا. طب قوم لي بقى. هتعملي ايه؟ طيب. ايه طيب قوليلي. هقول لك حاجه، هات ايدك يلا. هات لي بقى انا الجاكيت بتاعك دي عشان ترقص براحتك. يا جميل. على مهلكوا عليا. تعالى بسرعة، المفتاح ايه؟ عشان بقى وقت. طب يلا بسرعة. ايوه منى، نص ساعة
ساعه واستنيني قدام مكتب وجيه، هعمل نسخه المفتاح واجي لك بسرعه بسرعه. مش انت اللي قلت لي ان انت بتحبني وعايز تعيش معايا؟ بس انتي عارفاني يعني لما بطلب الطلب بطلبه مره واحده بس. معلش يا سيدي اتنزل شويتين المره دي، عايزه احس ان انا بعمل حاجه انا مش مغصوبه عليها وانا مبسوطه فيها ومرتاحه. وبعدين مش يمكن تحبني قوي بعد الجواز متقدرش تستغنى عني؟ الله الله، ده انت شكلك اتغيرت خالص. قلت ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه احسن. طب بقول لك ايه؟ تعالى نقعد مع رنا بقى عشان ما تتقمص. لا تتقمص ايه؟ ما تقلقيش، رنا دي حبيبتي. وبعدين يعني انا جيت هنا عشان خاطرها، عشان هي اللي اتصلت بيا، انا كنت زعلان منك قوي. معلش، تعالى بس، انا هبقى صالحك. خلينا شوية. ايش 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 ايه بالفعل لما يسعد ايه؟ طمني. قول. اطمنك، خلي ده معاك. الله 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 الله، في ايه؟ تعال شوف. إيه؟ تعال شوف بنفسك، تعال يا ترى في ايه تاني؟ ايش ايش ايش؟ وكمان سيدي هات. يا سلام، بقول لك ايه؟ كده نجرب سيدي هي. خدها معانا دي. الو. ايوه يا مروه، كله تمام. اوكي باي حبيبي. ايوه. في دين ليك عليا، حابه ارده لك. ايه دين؟ انت اكيد بتهزري، مفيش بين اي اتنين بيحبوا بعض حاجه اسمها ديون. لا يا حبيبي، ايه اللي ده؟
لازم أرد. أيوة يعني اللي هو إيه؟ يا بنت الكلب، عشان تعرف إن أنت واطي وحقير وزبالة. مش بتقول عليا إن أنا ناكرة ومنفعش أكون صحفية؟ أنا هوريك هعمل فيك إيه. اللي زيك لازم يترمي في السجن يا وجيه. ويا حبيبي لو في حد بيسندك ده عشان عايز البلد ما تنضفش. بس البلد مش هتنضف إلا لما تخش السجن. زمان فيديوهاتك دلوقتي على اليوتيوب مالية الدنيا. عارف الفيديوهات؟ وأنا واثقة إنها تعمل أعلى نسبة مشاهدة. باي باي. ماشي ماشي يا بنتي.